مع الخبر الرئيسي، نادي الوحده يقيل الارجوياني دانيال كارينيو من منصبه. خليني اسالك انت حاتم اول واحد، هل الاقاله اللي صدرت اليوم ممكن تربط بشكل مباشر بتصريح كارينيو بعد مباراه النصر وحول التحكيم واللي اخذت وتركت ردود فعل كبيره؟ هل ممكن ربطها بهالموضوع او انه الامر له يعني خلفيات اخرى؟ طيب ولو اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا التزامن هنا يطرح تساؤلات كثيره عند الجمهور، انه المشكله فعلا بسبب التصريح. ولكن انا بالنسبه لي استبعد تماما هذا، واعطيك ادله على ذلك. طبعا البعض يتحدث انه في اوامر عليا من مسؤولين في هيئه الرياضه او وزاره الرياضه باقاله المدرب، كثير بيتحدث عن هذا، يمكن الاغلبيه كمان. وايضا تعرف دخول النصر والهلال في موضوع في جمهور النصر والهلال عاملينه ترند الان، وهذا ليس في صالح الوحده. الموضوع وجهه نظر وبعض المعلومات والله اعلم، طبعا في التفاصيل الدقيقه لا نستطيع معرفتها بالتاكيد. اللي اعرفه انه هناك اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في امور بين كارينيو والمسؤولين عن إدارة الكرة وإدارة النادي، الله أعلم بالضبط فين. يمكن من بعد مباراة الرائد بدأت، تعرف مباراة الرائد اللي حدث فيها طرد من بداية الشوط الأول لاعب من الرائد، كانت انتهت المباراة تعادل. يمكن بدأت من هنا حسب علمي، بدأت من هنا المشكلة، بدأت الشرارة من هنا. باقي خمس مباريات كابتن، باقي خمس مباريات الوحدة. نعم. يقاتل على مقعد آسيوي، تقيل المدرب. صحيح، انا اتفق معك. كل واحد الان شاف الموضوع هذا، شاف الاقاله هذه، بالتاكيد حيقول انه الاداره اخطات تماما في انها تقيل المدرب. لكن في اشياء ترى يا ابو جود واللي عملوا في الانديه، ترى في اشياء احيانا توصل مواصيل انك لازم تقيل المدرب. السؤال الذهبي، أيه. هل هي الاداره من اقالت المدرب؟ هو السؤال. انا بالنسبه لي نعم، واعطيك امثله واعطيك ادله على ذلك. انا اعطيك شيء الان، لو شفنا تصريح كارينيو، يعني معقول هذا التصريح تجيك اوامر عليا من فوق يقولوا قيل المدرب؟ هذا واحد كان يقدر يوقف المدرب، الاتحاد السعودي لكره القدم، ايقاف المدرب لنهايه الموسم 5 مباريات، 10، ايقاف المدرب لمده معينه، اي شيء ممكن يحدث. اما يامر الوحده انهم يقيلوا المدرب، وانا استشهد بادله كثيره على ذلك. يعني الموسم الماضي انا وانا رئيس النادي ميدو، تذكر انت واقعت ميدو في تويتر، كلكم تذكروها، اي الشتيمه لاحد الجماهير، اقسم بالله ولا احد كلمني من المسؤولين الرياضه انه شيل فلان الفلاني، من اكبر من الامير الى اي احد اخر، او الوكلاء او اي احد او اي شخص. احنا شفنا الموضوع، لا يمكن اتجهنا للاخلاقيات اللي نتكلم فيها ونتغنى فيها، لازم تكون قولنا فعلا اتجهنا. ولا يمكن، شوف ضحينا بالفريق بكل امانه، شوف ضحينا بالفريق فعلا، كنا ماشيين كذا، ضحينا بالفريق من اجل الاخلاقيات. يعني لا يمكن ان تضع الاخلاق في ميزان مع وتقعد تنتظر النتيجه، لا، الاخلاق هذا عند الناس المحترمين طبعا. ما قال لي احد، لكن بعد ما اتخذت القرار، هذه اول مره اقولها في الاعلام، بعد ما اتخذت القرار اتصال من مسؤول كبير جدا في الرياضة، فوجئت فيه حقيقة الاتصال، يشكرني كثيرا على القرار اللي اتخذناه، وانه انتصرنا للأخلاق، وضحينا ممكن ضحينا بمستوى فني لفريقنا، وانتصرنا لمشجع، مجرد مشجع. الناس تفكر بس لا، مشجع وأخلاقيات هذا شيء مهم جدا. حتى توقعت ان الوحدة تاخذ جائزة الأخلاق في نهاية الموسم وجائزة معينة، لكن لم يحدث هذا. فهنا يمكن هذيك الواقعة أكبر، إنه يجينا توجيه شيلوا، صح ولا لا، شيلوا المدرب. رغم إنه عشان لا كمان لا أسيء للكابتن ميدو، بعد كذا أثبت لي إنه فعلا كان حسابه مهكر، وله كامل التقدير والاحترام. لكن استشهد هذا بذاك، هذه بتلك، شوف الدليل هنا. مستحيل إنه الهيئة تقول لك أو الوزارة آسف تقول لك شيل المدرب. لكن اللي أعرفه أنا إنه في اختلاف وجهات النظر. أنا لما عجبني في البيان، بيان النادي، لو تلاحظ اول جمله، تواصل مدير الجهاز الفني للفريق الوحداوي السيد كارينو تواصل بمجلس الاداره فتم الاجتماع، عرفت؟ يعني هنا يعني كانه المدرب هو اللي جاهم وقال لهم ابغى امشي.
عرفت كيف؟ لاحظ البيان، شوف البيان مطلعه كمان على الشاشة لو تحب. هنا البيان يعني في 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 يحدث لغط يعني بكل تأكيد. شوف هنا تواصل المدير الفني الفريق الأول كذا كذا كذا، يعني كأنه المدير جاهم واجتمع فيهم طلب اجتماع وقال لهم أنا أبغى أمشي. هذا اللي تفهمه من البيان، صح ولا لا؟ في أحد يختلف معي؟ تفضل. هنا في النهاية كل اللي ذكرته الأدلة والمعطيات تؤكد أنه أنا بالنسبة لي على الأقل أنه لا يمكن أن يأتي أمر من المسؤولين بإقالة مدرب، يقدروا يوقفوه، يقدروا يسووا فيه أي شيء آخر.